عليكم. راح ندير لكم واحد الفيديوهات ان شاء الله متتابعه على هذا جدول الحموله. جدول الحموله والله طابلو تشارج الان راه في رافع علي بير فيها ثلاث اماكن تاع جدول الحموله، ثلاث اماكن وكلهم سهله. الايامات الاولى تاتيك صعب، بعد ذلك تعتاد عليه تاتيك سهله. كاين هذا، يوجد هذا جدول الحموله لو تعرف تقراه ما يكونش عندك مشكل في ايجاد التلسكوب المناسب او البرمجه المناسبه. اسمحوا لي، يوجد هذا ويوجد الكتاب ويوجد المخطط الافتراضي او المخطط البلانينغ ليفتينغ تاع مخطط الحموله، مخطط الحموله ايه ليفتينغ بلانينغ، مخطط الحمولة ليفتينغ بلانينغ، مخطط الحمولة تدخلوا من هذا الزر هذا. دوك نوريه لكم، ندير لكم الان فيديو حوالي فيه دقيقتين او ثلاثة بسرعة، ندير لكم بسرعة، نقرا لكم واش يوجد هنا لكي تستطيع ان تفهموا مرة اخرى. قبل ان تقرا جدول الحمولة لازم تكون في الصفحة الصحيحة، لان هاد المعلومات اللي تشوفوها هنا كامل تتغير بواحد المعطيات هنا. لو كان مثال نغير هنا في المعطيات يتغيروا هاد الارقام، واش معناتها؟ معناتها هاد المعطيات اللي هنا راه كاين واحد الناس يعرفوا يقراوا جدول الحموله ما عارفين واش راني نقول. اذا هاد المعطيات اللي راه هنا باختصار المعطيات هذه والله هاد المعلومات اللي توجد هنا بشرط تكون توجد في الرافعه كذلك. مثال هنا نعطيكم مثال، هنايا مثال هذه تقراها 8.50 في 7. واش يقصدوا بها؟ يقصدوا بها الرافعة، يرسموا لك الرافعة، وهاي قمرة القيادة تاع الشاحنة، هذا العوارض، هم خارج العوارض، وهذه العجلة الخلفية مثال، هنا القواعد تاع الأرجل، يحسبوا هذه 8 × 5، ها هو هنا، يحسبوا لك العرض، هي 8.50 في الطول في العرض، والعرض 7، معناتها من هنا من أقصى العارضة لهذه الأقصى العارضة هذه 7 أمتار، ومن هذه العارضة لهذه العارضة 8 أمتار، معناتها هذا الطول في العرض. فهمتوا؟ في العرض. فهمتوا ياك؟ خلاص تكلمنا على العوارض، معناتها تستطيع أنك تجعل تحت العجلات، فوق العجلات، تحت العجلات، نصف، 100%. إحنا أغلبية نعملوا ب100%. فهمتوا؟ هذه في هنايا الوزن المضاد فيه اكثر من نوع، فيه صفر وفيه، شوفوا شحال فيه، يبدا من صفر، هاو صفر طن، 0.7، 1.8، 2.5، 3.4، 4.9، 5.1، كل الرافعات اللي بار من 30 طن فما فوق تختلف في الوزن المضاد فقط وفي العوارض. فهمتوا؟ هذه الوزن المضاد، تبقى هذه العوارض تشوفوا تحت العجلات، فوق العجلات، تحت العجلات، نصف، 100%. وش معناتها؟ معناتها 1، 2، 3، 4، معناتها 4 برامج في العجلات فقط، في العوارض. هنايا شوفوا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، وبطبيعة الحال تغير هنا الكود، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 23، 23 برنامج، معناتها في العوارض 23 برنامج، وفي الدوران وهنايا 1، 2، 3، 4، وهنا 4، وفي العوارض 4، و23، وهنايا 0، 1، 3، هنا 3، هذول ما يدخلوش في الحساب. هذا ما يدخلش في الحساب، تبقى لكم هذه 1، 2، 3، 4، 4، شوف هنا كاين 4، 1، 2، 3، 4، هنا كاين 23، وهنا كاين 4، 1، 2، 3، 4، وهنا كاين 3، 1، 2، 3، معناتها كل ما تجعل شيء من هذه الأشياء يتغير هذاك الجدول، معناتها كل ما تغير شيء من هذه الأشياء وأكبر دليل راك تشوفه هنا في الكود، هاو يتغير، ها شوفوا كي راه يتغير، شوفوا كي راه يتغير، مادام يتغير هذا الرقم معناتها كل هذه راه برامج. فهمتوا؟ ما نديروش اوكي، نخرجوا منا سنشوف كل، معناتها كل ما تغير رقم من هذه الارقام يتغيروا هذه المعطيات. خلاص نحبسكم هنا الفيديو، بعد نكمل لكم فيديو اخر.